أجواء مستقرة وارتفاعات على درجات الحرارة الأيام القليلة القادمة، تفاصيل بعد الفاصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذا شهدت المملكة نهار اليوم أجواء مستقرة بشكل عام، لكن انخفضت درجة الحرارة في أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، فيما استمرت درجة الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية، بينما كانت حول معدلاتها لبقية المناطق. نبدأ نشرتنا باستعراض لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من نهار اليوم السبت وخلال الأيام القليلة القادمة. يوم السبت تبقى المنطقة الشمالية تحت تأثير كتلة هوائية باردة، في حين تبقى المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى والغربية من المملكة تحت تأثير كتلة هوائية دافئة. لكن يوم الأحد بإذن الله تتعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة أكثر شرقا، في حين تتعمق الكتلة الهوائية الدافئة هذه المرة غربا، ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الغربية في حين تنخفض في المنطقة الشمالية الشرقية. يوم الاثنين بإذن الله الاختلاف على درجات الحرارة تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في شمال شرق المملكة، لكن تكون حولي لا أعلى بقليل من معدلاتها في شمال غرب المملكة، مع استمرار للأجواء المستقرة بشكل عام في عموم المناطق باستثناء بعض التكونات الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مستقرة غالبا صافية، 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 16 الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض للثلاث أيام القادمة، درجات الحرارة تستقر حول 26 درجة مئوية كحرارة عظمى من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، بينما تكون ما بين 14 و17 درجة مئوية خلال ساعات الليل خلال الأيام القليلة القادمة. استعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الأحد. نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 24/10، سكاكا 21/10، وعرعر 20/10 مع أجواء مستقرة وتفرق لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 29/18، جدة 28/21، مكة المكرمة 33/20، والطائف 26/17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء مستقرة بشكل عام، تفرق لبعض الغيوم، الباحة 21/14، أبها 24/12، وجازان 30/24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 26/14، حفر الباطن 22/13، والإحساء 28/13 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، نبدأ من العاصمة الرياض 26/14، إربد 22/12، وحائل 21/11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء.